السلام عليكم، اهلا بكم في قناة يوميات اولاد رجب اغا. فيديو النهاردة هقولك على كم سر كده ان شاء الله هينفعوكي جدا. يعني النهاردة انا طلبت مني البسبوسة تاني، انا عملتها قبل كده بس في حد طلبها مني وطلب ان انا اكد على عمايل الشربات، يعني الشربات بتقولي بعمله بنفس الطريقة وبيسكر مني. هقولك النهاردة في فيديو النهاردة ده ازاي تعملي الشربات بتاعك من غير ما يسكر منك، وبرضو لو ما عندناش سمنة هنعمل البسبوسة بتاعتنا احلى من اي مكان كنا بنجيبها منه بالزيت. ايوان بسبوسة اقتصادية وشربات جميل جدا، وهقولك ازاي تعمليه وسر ان هو ما يسكرش منك. هنبدأ كده ونسمي الله على طول ونعمل الشربات بتاعنا. انا طبعا حطيت كوبايتين الا ربع من السكر على كوبايتين الا ربع من المية. هنا حابة تزودي الشربات بيبقى مسكر اكتر، كوبايتين سكر على كوبايتين مية، يعني قد السكر قد المية. الخطوة المهمة اللي بتخليه معانا يسكر بقى لو احنا عملناها ان انا هضيف السكر والمية وهرفعهم على النار. لو انت حطيت المعلقة فيه قبل ما السكر يدوب والسكر يغلي على النار كده هيسكر منك مهما عملتي، لازم تستني عليه يغلي حوالي 3 دقايق وبعد كده هنضيف كيس فانيليا او نص معلقة فانيليا سايلة اللي موجودة هنستخدمه، وبعد كده هبتدي اقلبه بقى براحتي وانزل عليه بعصرة من الليمون واسيبه يغلي معايا حوالي كمان 3 دقايق واطفي عليه، وكده الشربات بتاعنا يكون جاهز للبسبوسة بتاعتنا. اجي بقى العمايل البسبوسة، طريقة النهاردة سهلة ومفيش اسهل منها. يعني معايا هنا كوباية الا ربع من الحليب وكوباية الا ربع من السكر. طبعا ما عندناش سمنة او انا عندي بس مش حابة اعمل بسمنة، يعني حاجة اقتصادية لو مش موجود عندنا سمنة فمش ان احنا هنغلب، لا هنعمل البسبوسة بتاعتنا النهاردة طعم وشكل وجمال جميل جدا وعلى قد الامكانيات اللي معانا. خلاص كده نزلت بالسكر على اللبن على البعض ومعلقة كبيرة من السكر الكلوكوز واروح بيهم على النار. انا هنا مش هسخنهم، انا يدوبك هي يفكوا بس مني، يعني مش عايزاهم يسخنوا. انا همسك الحلة بإيدي اكد لكم ان هي ما سخنتش، يدوبك بس انا موطية النار خالص افك بس الخليط بتاعي من بعضه، يعني لو سخن معانا مش هينفع استخدمه، يدوبك يفك بس ابقى الخليط او السكر الكلوكوز اللي انا حطيته العسل الكلوكوز فك معايا. خلاص انا ماسكاه بايديا لان الحلة ما سخنتش، يدوبك هو بس يفك من الصهد بتاع النار وخلاص. هاجي بقى للخطوة اللي بعد كده، معايا بقى نص كوباية من الزيت. طبعا احنا عاملينها اقتصادية، ما عندناش سمنة بنعمل بالزيت، عندنا السمنة نعمل بالسمنة. انا النهاردة بعمل الفيديو ده عشان اللي ما عندوش سمنة وحابب يعمل بسبوسة يعرف ان مفيش حاجة صعبة علينا. خلاص كده معايا بقى نص كيلو من الدقيق السميد وكيس من البيكنج باودر، وحبيت بقى ما صعبش الموضوع خالص، يدوبك الخليط بتاعي اللي انا حطيته على النار يدوبك فك مش سخن، يعني لو سخن معانا ما ينفعش نستخدمه نستنى عليه يبرد. نزلت كده بالدقيق السميد اللي معايا وكيس البيكنج باودر في نفس الحاجة اللي انا عملت فيها، يعني من غير بهدلة ومن غير حاجة. ومعايا بقى الصينية بتاعت البسبوسة بتاعتي دهناها دهنة من السمنة او من الزيت برضو اللي موجود عندنا هنعمل، مهم ان هو تبقى مدهونة مادة دهنية. في النقطة دي اكون انا مولعة الفرن يدفى، يعني قبل منها على طول وانا بعمل فيها كده يكون الفرن معايا دافي عشان ادخل البسبوسة في فرن دافي. خلاص كده البسبوسة بتاعتنا جهزت، انزل بقى كل الكمية اللي معايا بالشكل ده وابتدي اسويها كده. عندنا اي نوع مكسرات هنحط، ما عندناش مش هنحط عادي اي نوع مكسرات، حتى لو فول سوداني عادي خالص، لو مش حابين او مش موجود ما هنقدمها سادة كده وهتبقى معانا جميلة جدا. يعني كذا خطوة كده ان عملتيهم ان البسبوسة بتاعتك هتطلع ناجحة 100% والطعم والريحة، يعني دي بسبوسة مبسبسة بقى، يعني هي دي المبسبسة بحق. هنشوفها مع بعض. خلاص خلصناها، ندخلها بقى الفرن على الرف اللي في النص، مش هتاخد معايا حوالي يعني اقل من 20 دقيقة وهبتدي ابص عليها. طبعا لو ما احمرتش معاكي من الفرن هنضطر نولع عليها الشوايه، انا عندي ما احتجتش اولع الشوايه، هي خدت لون من كل الاتجاهات في ثواني.
سر نجاح البسبوسة او تتأكد ازاي ان البسبوسة بتاعتك نجحت. الشربات طبعا اول ما بنزل عليها كده بتلاقي كمية الشربات اللي حطتها شربتها في ثواني، كده تأكدنا ان البسبوسة بتاعتنا ناجحة 100%. شايفين الجمال بتاعها بقى؟ الشربات خلاص شربت كمية الشربات كلها في ثواني وبقت حاجة كده عسل. استنى عليها بقى 5 كمان كده تهدى وابتدي اقطعها واقدمها. لسه سخنة خالص يعني لسه الشربات فيها خالص اهو، احاول استنى عليها تهدى حتى لو 10 دقايق ولا ربع ساعة وبعد كده نيجي نقطعها تاني مع بعض. كل ما سبناها وقت اطول تهدى هنعرف نقطعها وتبقى شكلها احلى. نقطعها بقى ونقدمها معاكم بألف هنا وصحة، حاجة كده تبارك الله جميلة جدا. خلاص قطعناها بالشكل ده، نبتدي نقدمها بقى. يعني جميلة جدا ومخدتش معانا وقت، وبسبوسة اقتصادية بحوالي 1/2 كوباية من الزيت من غير سمنة بقى، يعني 1/2 كيلو دقيق سميد، عملنا منه صينية جميلة جدا وبألف هنا وصحة جميلة جدا. شايفين قد ايه جميلة ومرملة ازاي. انا ما استنيتش عليها ان هي تبرد، يعني انا يعني هي كده سخنة معايا اصلا، كل ما هنسيبها تمسك نفسها شوية او تبرد اكتر هتتماسك ويبقى شكلها كمان احسن والطف بكتير. وبكده اكون خلصت فيديو النهاردة، ويا رب اكون قدرت افيدكم. يعني لحبيبتي كده اللي طلبت مني عمايل الشربات، شرباتنا سهل وبسيط جدا. يعني خدي بالك من الخطوات اللي انا قلتها في البداية، هيطلع معاك شربات ناجح وعمره ما هيسكر ابدا من غير ما نضيف له سكر جلوكوز ومن غير اي حاجة. يعني احنا هنحط السكر والمية بس ما نحطش ايدينا فيها خالص غير بعد ما يغلي حوالي 3 دقايق، والسكر بتاعي كله يدوب على النار، وبعد كده هننزل عليه بالفانيليا وعصرة من الليمون، وبكده يكون الشربات بتاعنا جاهز. نستنى عليه يغلي كمان 5 دقايق وبكده يكون جاهز معانا. وبكده اكون خلصت فيديو النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، ومع الف سلامة.